السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كنت طفلة كنت أحب كثير اللعب بالمغناطيس، وأعتقد أن الجميع قام بالتجربة. رؤية قوة المغناطيس تحرك الأشياء بدون أسلاك مبهرة. تعمل هذه القوة بطريقة غير مرئية، لا يمكننا فك أي جزء الجانب المخفي للمعرفة لما يحدث. أصلاً لا يوجد أجزاء يمكن تفكيكها. الطريقة الوحيدة لمعرفة أو تفسير ما يحدث هو الخيال. كنت أؤمن وما زلت بقوة العلم ومعجبة بالعلماء وما يقدمونه للإنسانية، مثل الرازي، ابن سينا، ابن الهيثم، ماري كوري، أينشتاين، وكانوا بالنسبة لي أبطالاً خارقين. سألت أبي مرة: هل العلماء بشر مثلنا؟ أجاب: نعم، لماذا تسألين؟ قلت: لماذا إذا لا يشبهوننا؟ أجاب: حياة بالعلم والمثابرة ممكن أن تكوني واحدة منهم. كنت في بعض الأحيان أتسلل إلى خزانة والدتي لارتداء ملابس أبدو من خلالها مثلهم، وأضع صندوق من الورق المقوى فوق رأسي واثقة أنني أمشي على سطح القمر. كانت أيام الاستكشاف أسعد أيام حياتي، وكان والدي يعلمني كل شيء. بعد المرحلة الثانوية انتقلت بمفردي إلى بريطانيا لأحقق حلمي لأصبح عالمة. لم يكن الأمر سهلا. انتقلت إلى ثقافة جديدة، إلى لغة جديدة، إلى معايير تعليمية جديدة. لم تكن مؤهلات الدراسية في بداية الأمر والعلمية تكفي لقبولي في جامعات بريطانيا. فكانت السنة الأولى سنة الدموع والآلام، وأيضا سنة الأفراح. درست وتحصلت الحمد لله على قبول غير مشروط من جميع الجامعات التي رفضتني في باقي الأمر. تخرجت من جامعة كينز كوليدج لندن بمرتبة الشرف في علم الأدوية، وحصلت على منحة دراسية من جامعة كامبريدج لدراسة الدكتوراه في التقنية الحيوية. في مجال الأجهزة الكهرومغناطيسية والمغناطيسية، ما زال المغناطيس يبهرني ويرافقني في رحلتي للبحث عن حلقة وصل بين العلم والمجتمع. تخرجت من جامعة كامبريدج، وكانت رسالة الدكتوراه بداية رحلة أخرى، رحلتي لمعرفة الجانب المخفي من العلم لربطه بالمجتمع. انتقلت بعد ذلك إلى جامعة هارفارد كباحث دائر، وانتسبت إلى مختبر جورج وايتسايد. هناك قمنا باختراع مهم جداً قام بتغيير حياة الناس. أداة التشخيص للجميع هو أداة مصنوعة من مادة الورق منخفضة التكلفة، ويمكن التخلص به بسهولة. تشخص وظائف الكبد وتضع وتحل محل الآلات الضخمة، وتضع قوة المختبر بين أيدي المرضى من لا يملك الإمكانية للذهاب إلى المستشفيات أو الوصول إلى الأطباء. جهاز سيساعد إنقاذ ملايين من البشر المصابين بمرض السل وفقدان الجهاز المناعي في أفريقيا. أعجب بيل غيتس بالاختراع وتحمس ودعم الشركة بمبالغ جميلة. لم يكن عندي في البداية الخبرة الكافية لنقل هذا الاختراع إلى منتج يصل إلى يد المحتاج، فنصحني مشرفي بالالتحاق بكلية هارفارد لإدارة الأعمال لنقل هذه الفكرة من المختبر إلى المصنع. في البداية كانت صعبة بالنسبة لدراسة إدارة الأعمال، شيئا جديد لي كعالمة. في الأشهر الأولى أحسست بأني أغبى شخص في الجامعة، ولكن بعد مرور عامين مع الجد والمثابرة مع فريق العلمي وآخر تجاري، حصلنا على الجائزة الأولى من جامعة هارفارد للابتكار الاجتماعي.
والجائزة الأولى من معهد MIT تسمى MIT 100K، مسابقة جدا مشهورة، ولم يسبق لفريق أن فاز بالجائزتين في نفس السنة. دخلنا التاريخ. غادرت هارفارد دون اقتناع تام بأن الابتكار الاجتماعي الذي طالما حلمت به قد تحقق. ما زال اهتمام الطلبة معظمهم هناك على المناصب والمنشورات. كنت دائماً أتناقش معهم حول مدى الحاجة للانفتاح إلى عالم متغير باستمرار. فكرت في خلق بيئة جديدة متكاملة لريادة الأعمال للعلماء وخبراء التكنولوجيا والمهندسين من الشرق الأوسط وخارجه. كيف يمكن دعمهم لتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع تخدم مجتمعاتهم؟ فكانت انطلاقة مشروع IT Institute, Institute for Imagination Ingenuity بالشراكة مع Harvard Innovation Lab، مع MIT Media Lab، مع PopTech، McKinsey، PwC وNational Geographic لدعم الابتكار الاجتماعي. اشتغلنا هناك على ابتكارات مذهلة، مثلاً كتصميم البصمة الإلكترونية الصحية لمعرفة تاريخ المريض الصحي عند حالة الطوارئ، برمجة تصميم خاص للهاتف المتنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، معرفة كيفية التغلب على الأجسام المضادة الدقيقة لتقوية جهاز المناعة وغيرها. ولكن كان البعض ينقصها الوقود لتصبح ملموسة في يد المجتمعات. خبرة الواقعية في IT Institute ساعدتني كثير في إنشاء الصندوق ترانسفورم $500,000 والأكاديمية الابتكار الاجتماعي مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل ابتكارات رائعة ومذهلة. ساهمت في دعم 95 مشروع ابتكار اجتماعي. من ضمنها زور. زور صمم ثلاجات من بطاريات تعمل على الطاقة الشمسية في حدود موزمبيق ويوغندا للحفاظ على المحاصيل المزارعين من الفواكه والخضروات من التلف. هذه الصورة كيف كان المزارعين يحفظوا محاصيلهم قبل الثلاجات وهنا بعد الثلاجات. استطاع زور باستخدام الثلاجات الحفاظ على المحاصيل من التلف بنسبة 85%. بالإضافة كون هذا المشروع ساعد خلال وباء كوفيد في حفظ اللقاح في درجة حرارة باردة، وأيضاً ساهم هذا المشروع في خلق الفرص للشباب والشابات بالوظائف، فقد صممت 50 ثلاجة وارتفعت قيمة الشركة من بداية تمويلنا من $100,000 إلى $20,000,000. وأيضا فرزانة الذي صممت بيوت لملايين اللاجئين من الأطفال في بنغلاديش لتحميهم من البرد وحرارة الشمس والأمراض والمطر. بنيت هذه البيوت من مادة الجود غير المكلفة، وأيضا صممت البيوت بمادة تصنع فوق سطح البيوت بمادة تصنع الكهرباء من الضوء. هذه البيوت الآن تخدم الكثير من اللاجئين وأيضاً المتضررين في حالة الطوارئ في مواسم الفيضانات. تبلغ فقط تكلفة تصنيع كل بيت $150. وأيضاً شاركنا عبد الله في رحلتي في إنشاء المنصة الطبية الإلكترونية التي ساهمت في توظيف 60,000 دكتورة أو طبيبة في باكستان عاطلة على العمل. من خلال هذه المنصة يستطيع أن يصلوا إلى 100 مليون امرأة وطفل محرومين من التشخيص والعلاج في ضواحي باكستان، أفغانستان، اليمن والعراق. إذا قدمنا حلولاً لمساعدة المزارعين للتغلب على أمراض الزراعية، للاستفادة من المحاصيل، لمحاربة المجاعة، تفعيل تقنية تنقية مياه الشرب لإنقاذ ملايين حياة الأطفال الذين يموتون كل عام من تلوث المياه، ودعمنا
استراتيجية الطاقة غير المكلفة لتوليد الكهرباء للملايين خلال الدراسة والتعليم والعمل والعلاج. إذن العلماء ليس سترات بيضاء معزولين بمفردهم في مختبراتهم، هم جزء من هذا العالم المتغير. يمكننا أن نجعل العلم أكثر انفتاحاً على المجتمع من خلال انفتاح العلماء أنفسهم على الاحتمالات اللانهائية برفع الحواجز بتقبل الأفكار الجديدة، وإن لم تكن نتاج الجامعات الممروقة أو المراكز الأبحاث المشهورة. الجميع له القدرة على الابتكار، وخصوصاً داخل المجتمعات المحلية. فالحاجة أم الاختراع. ومن خلال أيضاً خلق حلقة وصل مع أصحاب القرار، تدريج مفهوم الابتكار في عند نظام السياسات والأنظمة والسياسات. عندما اخترت مستشارة لسكرتير الأمم المتحدة ضمن 10 علماء العالم لتمكين العلوم والإبداع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030، وعندما تم اختياري في مجلس الشورى السعودي من ضمن أول 30 امرأة يشاركنا في المجلس السعودي، قيل لي أن المنصب ليس لعالم، هذا منصب برلماني ولا ينبغي لي الخروج من المختبر. بالفعل مجلس الشورى ليس البيئة الملائمة للعالم، ولكني كنت فخورة بهذا الاختيار وبالفرصة التي ستعطيني أن أقدم المشورة وإبداء الرأي. صحيح أن المنصب البرلماني الاستشاري حرمني من تخصيص وقت أكبر للأبحاث العلمية، لكن الأمر يستحق، لأن الحديث أمام صناع القرار عن أهمية العلم والعلوم هو بداية التغيير. خبرتي في الشورى والمناصب الاستشارية وصندوق ترانسفورم وغيرها دفعتني حديثاً لإنشاء شركة The IQ Institute for Quality، وهي شركة استشارية تقدم الاستراتيجيات والأنظمة المحلية العملية في بلدان آسيوية وأفريقية لتعزيز قيمة الابتكار في مرحلة بناء القدرات والبنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة وأيضاً الاقتصاد والجودة. في قيمتها المطلقة الأفكار تظل أفكار رائعة وأحياناً خيالية، ولكن ستكون أقوى حين تربط بالمجتمع. شكراً.